اهلا بكم حلقه جديده من عمل بي. زي ما تعملوا وصفاتنا حلوه جدا. هعمل معاكم ريزوتو بالسجق، طريقه مختلفه وسهله وسريعه. وهنعمل كمان سلطه جميله جدا بالخيار مع الجزر. تعالوا نشوف كده ايه هي اول وصفه معايا، وهي الريزوتو. هنعملها سهلة وسريعة بس مكونات شوية. ايه المقادير عندي؟ عندي هيكون ريزوتو، وعندي سلايس تشيز، وعندي فواكه والخضروات اللي بتاعته الريزوتو. عندنا كمان بابريكا، كمون، توم، وبصل المكرمل. ايه المقادير؟ تعالوا نشوف كده ايه هي اول حاجة هنعملها. شوية زيت. يلا بينا نجيب الفاكهة والخضروات. هجيب الكمون، كرم، والبابريكا، كاري، بابريكا، كمون، مع السلايس تشيزز. نجيب السلايس تشيزز هعمل واخيرا والوصفة الاخير هعمل معاكو الريزوتو بالسجق. عفوا، الريزوتو بالخيار مع الجزر. ايه المقادير؟ عندنا بابريكا، كمون، الملح، سكر، شبت، والخيار مع الجزر. تعالوا نشوف كده ايه هي اول حاجة هنعملها. هجيب هنا شوية ملح كده. بابريكا، كمون، وسمنة صغيرة مع الكاري، شوية الشبت، وشوية الجزر، وأخيرا شوية الخيار. في أمان الله.
شكرا لمتابعتكم والفيسبوك والإنستغرام وتويتر على قناة بي سي سفرة، وحضرناكم من برنامج عمالي ديا.